وأنا بالمناسبة ما دمت أنت حفيدته، يا ريت نسمع من كلماتك أنت. أنا أيضا شاعرة. ودنا نسمع من طبعا كلماتك أنت. دكتورة أيضا شاعرة، يعني نعم. تكتب. بالمناسبة حفيدة أنا كنت شاعرة. محضرة قصيدة للخليجي أصلا، يا وكان سلام. المفروض أنها تغنى، لكن حدث الظروف ولم تغنى. عندي مسجلة ملحنة ومغنية، إذا بعد البرنامج نسمعها إن شاء الله راح أقرأها لكم. لا، في إن شاء الله. البرنامج بنسمعها. هي مش هي بعد البرنامج، مسجلة موسيقى. انت افتحيها 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 وما نشتغل على الهواء. انت افتحيها افتحيها ونسمعها. نسمعها مع ازواجك. ما عندي مشكلة، اشغلها اشغلها. لا لا بس نسمعها بصوتها اولا، قراءة وبعدين صوتك. صوتي؟ نسمعها بصوتك اولا بعدين نسمعها ملحنة. لا دكتور نسمعها بصوتك قراءته. يا جماعة خلونا كل يوم احنا، هي ضيفتنا اليوم احنا. اي انتم موجودين اليوم فعلا. انا بتكلم اليوم براحتي. ارجوك يا اخي طلبتك انت اليوم، اليوم تهدي. خلينا نسمع. انا اليوم صرت مذيع. انا اليوم صرت مذيع. هذه الاغنيه تغنى في كل بلد محاضر ويانا اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. بعد ان غاب وتقطعت كل اسباب الجواب، شوق تفجر في الخليج ليشد اشرعه الغياب، وتطل من خلف شمس الشمس من بين السحاب، ثامن رحلات السندباد قاطعا عهدا بأن سر البحر عاد. ها هو سندباد حاملا رايات الإياب، ها هو السندباد بالحب جمع البلاد، ململما شتاتنا قاهرا أعداءنا، فها هم الآن هنا يحكي لنا تاريخنا، فيا بصرة مدي لنا بساطك السحرية وغني بنا، افرحي بمن جاءنا. ها هم أنتم أحبابنا، عراقنا يحلو بكم يزهو بكم، حكاية لم تروى لنا عن كأس صارت هنا، بحضوركم بدت لنا فللبصرة الميعاد الفيحاء ميعادنا، للفوز صرنا كلنا نصبو لكم نرجو لنا، خليجنا هيامنا السندباد حكى لنا أن للفوز باتت أرضنا، فقد مددناها لكم صدورنا، سلاما حبيبنا سلاما خليجنا سلاما عراقنا. صح لسانك، صح لسانك، صح لسانك. تسلم على العراق واهل العراق. تسلموا على راسي. والنعم منك كابتن يونس، هذا من طيب اصلك. اذا احنا في بصرة السياب